كنت تسمعني؟ اللي يحب يشارك بالمايك واللي يحب يكتب. أوكي. بالبداية، شنو هي الروبي؟ الروبي هي لغة برمجة، جنرال لانجوج، هيومن لانجوج، لغة برمجية واسعة جدا. الميزة اللي بيها السكيورتي، السكيورتي مالتها قوية، سهلة وسلسة للمستخدم، وجنرال لانجوج عامة لأنه تقدر تستخدم بيها الجافا سكريبت، تستخدم بيها هواية لغات، تقدر تدمجها ويا البايثون، تقدر تدمجها ويا البي اتش بي. هاي يعني لمحة عنها. هذه لمحة عنها اللي يعني وصلت انه اوكي وصوت تمام وافتهم شنو هي الروبي. عمود ابلش بالتنصيب مالتها لانه مرات ياخذ وقت ومرات لا، يعني سريع. الو تسمعوني؟ واضح اللي شرحته هسه حاليا؟ بس راح نبدي حسوي تشوفون الشير سكرين، راح اطلع الشات في يمي. تشوفون السكرين طلعت يمكم، اللي يحب يكتب لي. اوكي تمام. اول شغله راح على الكنترول بانل، امسح التنصيب السابق مع روبي على على الويندوز. أول شيء مسحت التنصيب السابق مع روبي. هسه أول شغلة شو نسوي؟ نروح على المتصفح. بالبداية نحتاج النود جي اس. ليش النود جي اس؟ النود جي اس شلون نسميها مثلا؟ عندك لغة تريد تنصبها على بيئة الويندوز اللي هي كلوز سورس، نظام مغلق، فتحتاج انه تستخدم بيئة ثانية على مود انه يتقبلها. فالنوت جي اس اول شيء نسوي داونلود للنسخة 8.11.2 اللي هي افضل شيء. نسخة 10.1.0 ما افضلها لانه بعد بيها، هي نسخة بيتا وبعد بيها تحديث عليها. اول شغلة ورا ما كملنا انا منصبتها عندي، يعني تنصيب عادي بس حياة النود جي اس. هذه اول شغلة على مود بس مجرد انه تكون مثل ما انا اسميها دائما اقول الاساس على مود تنصيب اللغة الروبي. هسه عرفنا اول شغله نصب النوت جي اس، عمود يكون اساس للروبي. نجي هنا نسوي روبي انستلر. ندخل على الداونلود. الكل دا يسمع صوت واضح؟ دا تابع الشات.
اوكي تمام. اول شيء نسوي داونلود للروبي انستلر، ناخذ البوينت نسخه جديده، نسخه جديده يعني ما احبذ بيها، افضل نسخه هي ال 2.3.3، ناخذها على النظام ال 64، انا منزلتها عندي. وناخذ وياها ديفلوبمنت مالتها اللي هي يكون شلون نقول مثلا الكومبايلر مالتها، المترجم مالتها للويندوز، ناخذها همين على ال 64 بت. عاده داونلود مسويتها عندي بس همين مو هذي. والكمبايلر مالتها نتظر تحمل النسخة عادي. ننتظر النسخة تحمل 10 دقائق حاليا عليها. صح حاليا نزلنا النسخة مالتنا اللي هي ال 2.3.3 روبي على ال 64 بت. هنبدي ننصب لها. اول شيء الاكسبت لاينسز اوكي. اهم شيء اهم فقرة عندنا الاد روبي يور باث، اهم فقرة عندنا. لا أول شيء Node.js بعدها Ruby and Stellar. أهم شيء Node.js، Node.js راح يكون مثل الأساس للRuby and Stellar، راح يكون compiler مثل يكون أساس ترجمة اللغة اللي هي مبنية على نظام Linux على نظام Windows، من ترجمة لغة open source على نظام closed source، هذا اللي يكون لي. هذا يكون التحديد الباث، ما اريد افوت يعني شيء انه اروح على المانجمنت للويندوز واضيف الباث ويمكن يطلع غلط، فهذا يكون يحدد اوريدي دايركت محدد الباث مالته. هسه وصلناها اروح على السي ام دي. أول شيء للسي سي دي للسي طلع ال LS عمود يعرض لنا عندنا الدب، ندخل عليه سي دي للدب ات راح ناخذ منها معلومات
بالتنصيب. هنا أنا مسيفتها عندي وراح أدزلكم إياها على مود للدخون. الكونفيجريشن بسيط. بس قبل هذا الكونفيجريشن لازم نعطيها للديفلوبمنت كيت اللي هو الكومبايلر مالتنا، نعطي المسار مالتنا اللي هو السي. ديف كيت واحدة واضحة الخطوات هسه حاليا بما يشتغل ال development kit. راح اتابع ال chat. اكيد يعني نحتاج ال get، بعدين ال get. ال get النصبه من نربطه ويا الروبي، او بالاصح ال جيت هاب. انا سابقا شرحته شلون تنصيبه وشلون ياخذ الاوامر لينكس، لكن النوت جي اس هنا اساس. نوت جي اس بما انه هي جافا سكريبت لغه عامه، والنوت جي اس من اللغات اللي مدعومه من الجافا سكريبت، فيحتاج انه اساس يكون ويدعم اللينكس ويدعم الويندوز. اي ديفلوبمنت كيت اللي هو الديف كيت، صح ولا يكون كومبايلر مترجم للروبي انستلا. طبعا يوفر مكاتب للروبي لانه هو راح يكون كومبايلر مترجم، راح يكون مثل مترجم لغه مبنيه على نظام لينكس لنظام الويندوز، والنوت جي اس اساس لها راح يكون هذا الشيء. راح ناخذ هسه شويه كونفيجريشن بسيط. ناخذ اول شيء الروبي دي كي دوت ارغي انشيا. هنا اخذ ايرور. هنا هاي الشغله بالحاسبات الجديده اللي هي تدعم فقط بالويندوز 10، فعندنا هنا نقول لها تشوب على مود اكتف كود بيج. نجي اخذها هسه حاليا، بعدها ناخذ مرتبنا همين، ناخذ هذا الامر همين يقول لها انيشيت بالبدايه انه اعرفها، بعدين وراها ثبت الروبي. بس هنا ثبتها، ناخذ هنا سيتنج نضبطها على المسار. أخذها راح نروح هسه حاليا هذا الموقع. أعتقد هنا حيطلع هاي هنا يعطينا روبي الفيرجن مالتها الجديد 5.2. احنا ما راح نحتاج هنا نصبها وشي، راح ناخذ البندلر. البندلر هذا أهم شيء، أهم فقرة بالروبي من تفهم البندلر شنو هو والبندل انستول. البندلر مثل ما نقول انه المكتبة الواسعة اللي راح تسوي بندل انستول، تثبيت الكل الجم اللي هي فانكشن دوال او مكتبات داخل الروبي، فهذا الاساس. نجي ناخذ هنا كوبي بيست واقدر هسه put bundler.io راح يطلع لكم هذا الموقع. هذه كل هالمواقع راح تكون مرفقة بالدوكيومنت وعلى الايميل، راح ترسلكم بعد كل محاضرة راح ترسل على الايميل، وراح تنضاف الايميلات بقناة باليوتيوب راح تكون برايفت. تمام؟
نايت بول جيم انستال باندلر محرف على السي ام دي مالتنا. شيء تاخذ وقت لانه مو بالبيئه الحقيقيه مالتها. بس هنا اوكي اتنصب عندنا راح نجي ننصب الريلز. اوكي بس احنا نروح على عندنا ريلز جيم. هنا هذا الموقع كل جيم موجودة به، كل الجيم موجودة به جيمز اللي نحتاجها. راح ناخذ هسه مثلا هنا جيم انستل ريلز، راح ننصب الريلز على روبي، يعني ما اروح انزلها داونلود من الموقع، لا راح اسويها تنصيب كأنه مكتبة من المكتبات. راح تنزل لي أحدث فيرجن اللي هو فيرجن الخامس. سيأخذ وقت هنا. تمام. صرت نصر. راح نسوي هنا هسه configuration صغير. Reels. نعطي M direct. Make direct. Direct project. شنو المك direct project؟ MK direct هي create file. راح نسوي cd ls راح يطلع لنا project. cd project. اوكي ها. Reels new. هذا يخلق لنا ريالز كاملة. ريالز نيو تيست. داش. أنا أخذها كوبي. نمسح التست بروجكت. هنا سوينا create الريالز جديدة. هل كنت تسمعني؟ واضح الشرح؟ لا أعيد. أنا دا أنتظر المسجات، دا أشوف الشات. الو هسه هنا عندنا نصبنا الريالز. راح اسوي سي دي ال اس راح يطلع لنا سي دي تيست بروجكت. راح ندخل عليه ال اس ريالز اس عمود نشوف اذا شغلنا صحيح. لازم يشتغل عندنا السيرفر بالروبي. شوية تأخر على الويندوز. اشتغل عندنا هسه حاليا. نروح على المتصفح نعطي لوكال هوست داش عفو نقطتين هون 3000. هنا تنصبت الروبي الريالز. هنا عندنا هسه حاليا شغالة، يعني مثلا إذا نسوي project نكتب بيه مثلا، خلينا نروح على ال على السي، نروح على
نقصي direct add projects long projects project test projects. خلينا نفتح بالopen bracket بس هنا up out هذا شوية نسوي نحن Rails generate control لار باتشي post index okay create ساعتنا هنا كل ده شوف البراكت للاندكس راح ادخل عليها هنا حسب المتصفح اللي هو نرجع ناخذ شغل السيرفر مالتنا ثم بس اذا ناخذ سلاش بوست لازم تطلع عندنا نفس الصف مال الاندكس السلام عليكم استاذ فاطمة. وعليكم السلام، انا استاذ بس ما دعوة. الله يخليك. من وياي؟ انا عباس. عباس اهلا وسهلا استاذ عباس. الله يخليك، الله يسلمك. اكو اسئله بالشات، الولد صاير اسئله وجبه اذا تجاوبين، جاي يسالون عن الروبي شنو الريلز شنو، فيا ريت تجاوبين يعني بشكل مختصر. الروبي هي لغه، من تكون لغه برمجيه تكتب بيها برنامج. مجرد هسه احنا راح اعطيكم قد مثال صغير، مثلا هنا ديف نكتب مثلا ان او هنا اسم الدالة مالتنا بوتس دقيقة and هذا برنامج، هذا هنا مكتوب بلغة الروبي. الريالز هي فريمورك، شلون نطبق الريالز؟ مثلا انه الريالز هسه حاليا انا دا اطبقها هنا، كتبت هذا الكومنت حطيتها السكريبت هذا ريالز جنريت كنترولر بوست اندكس، رأسا صنع لي صفحة اندكس بس تكون فارغة هذا الشيء، وبها السكافولد اللي هي تكون فريم ورك كامل، يعني تصنع صفحة كاملة بدون ما تدوخ بالربط بها والربط بين الروبي والريالز. هذا الفرق بيناتهم، الريالز فريم ورك والروبي لغة. ألو ألو تسمعوني؟ سمعك ست فاطمة، سمعك. أي نفس الشيء، البي اتش بي هم من اللارافول، هي تعتمد الريالز واللارافول والجانجو على مبدأ الام في سي موديل كنترولر فيو، هذا المبدأ مالتها. كل فريم ورك لازم ام في سي وتكون لازم لها لغه، فالريالز الروبي، بي اتش بي لارافل، البايثون الجانجو، هذا يعني انه كل اللي عشان نقول انه هي مجرد انه بعد تكون كنترولر، الكنترولر بيد اللغه الروبي. يعني مثلا اذا ندخل هنا مثلا على الكنترولر الابلكيشن، هنا راح نشوف انه هذا الابلكيشن كنترولر نقدر نتحكم بها من خلال كتابه برنامج باللغه الروبي. البوست هاي هنا بس مطينا الاندكس، احنا ما اشتغلنا كسكافولد. اذا هسه مثلا اسوي برنامج بالسكافولد مثلا
نرجع نفتح السي ام دي. نعطي CT test project. تقول ده بسمع؟ مثلاً راح أحطي Rails. هنشوف شغال السيرفر. أوكي تمام شغال. نحطي Rails generate scaffold. New for the name title بس هذا مثال بسيط على مود أوضح فيه الاختلاف الريالز عن الروبي وشان تكون MVC وشان تكون ستاف هنا هذا صار عندنا مثلا scaffold تعطينا انه new news ما عندنا غلط انه شو امارات يكون اكو بها الريلز تحشش هنا بس مجرد هي الفكره مجرد انه الفكره انه scaffold بالريلز سوي لك مشروع كامل سوي لك فارما كامله تقدر تتحكم بها عن طريق البوت ستراب عن طريق هواية أمور يعني الفرونت إند مالتها إنه أنت تحتاج كم مو فورم إنه نقول تحتاج إيش كم موديل إيش كم فورم إيش كم إيش كم كنترولر هذا الشيء اللي بيها حلو السكافولد بس الشيء اللي ما حلو بيها السكافولد ما راح تعطي مثل شغل الـ MVC وصلت الفكرة على مود السيشن الجاي على مود نبلش بالأوبنتو شلون تنصيبه هسه حاليا استفساراتكم حتى لو عادي تفتحون المايك ماكو أي إشكال تسألون أي سؤال لأنه بعدها الأوبنتو راح أبدي بيه من البداية شلون يتنصب على الفي إم وشنو الفي إم وشنو شلون تتنصب نسخة الأوبنتو بعدها تتنصب بداخلها الروبي تمام كل ده تسمع تمام اوكي صار هذا السيشن بسبع دقائق اسد وافتح سيشن جديد اوكي ان شاء الله اليوم بالليل ترفع راح ترفع على اليوتيوب تكون برايفت فقط للموجودين بال عندي الايميلات مالتهم هذه الايميلات اللي وصلتني مال كود فقط هذول المشمولين بها اوكي صح حاليا حاسب السيشن وافتح سيشن جديد